اهلا بحضراتكم. احنا هنعمل هاشتاج 30 يونيو انتصار شعب او اراده شعب. وانا عايز من الحقيقه مداخلاتكم، ويمكن في ناس ما كانتش متابعه، في ناس مش مركزه، في ناس بتنسى. وللاسف الشديد يعني يمكن دايما احنا بنكرر جمله استاذنا نجيب محفوظ في روايه ولاد حارتنا، لما قال في أوائل الرواية إنه آفة حارتنا النسيان، آفة وطننا أو أوطاننا العربية النسيان. الجزيرة موقع الحقيرة النهاردة منزل تشويه غريب جدا، منزل طبعا إحنا كشعب، وزي ما أنا قلت في المقدمة، ربما الناس اللي بتبص ما بين رجليها واللي مش مستوعبة يعني ايه تآمر دولي من عدة دول في مقدمتهم امريكا واسرائيل، كان هدفهم ان هم يتيحوا للاخوان حكم مصر، ليقسموا مصر اربع ارباع ويدوا سينا للحمساويين ويعملوا هناك خلافة اسلامية ولا خلافة اخوانية، وبقية الوطن المصري يتقسم. ده كان المخطط الصهيوني الامريكي اللي هم اعترفوا بيه. احنا مش بنفتي ولا بنقول رأي، احنا بنقول حقائق مسجلة. كتاب الست هيلاري كلينتون قالت ده فيه بالحرف، يمكن الصفحة 111 112، قالت كده، قالت ان احنا صدمنا من 30 يونيو، احنا كنا بنخطط ازاي يستمر حكم مرسي والاخوان، وازاي نعمل الدولة في فلسطينية واخوانية في سيناء. ويمكن انا زعت فيديو كان بيسلم فيه مرسي وبديع وخيرت الشاطر وثيقة بيع سيناء لكارتر، وهنزيعه النهارده عندنا مستندات الحقيقه وفيديوهات كتير قوي. اي اخواني بيتابعني بره دلوقتي، انا متوقع هيجيله انفجار في المخ او هيصاب بضغط الدم المرتفع ان شاء الله كده، او الشلل الرعاش. اي حد متعاطف نفس الحكايه. اللي بيرفض المنطق او اللي بيقول يا عم بقى بطلوا النغمه دي، بطلوا بقى بتوع إعلامية السيسي ومطبلية السيسي، احنا لو ما كناش مش عارف 30 يونيو كنا هنبقى زي سوريا وليبيا. انا بقول كده وده حقيقة، ولا انا مطبلاتي ولا انا مغنواتي، انا بقول ما يملي علي ضميري، وبقول ما انا مقتنع به، وبقول ما هو الحق ادعي او اعتقد او اجتهد في هذا. وانا عشت ده وعشت ده، وعشت الإخوان كلهم، وعشت قبلهم وعشت بعدهم، ونزلت في يناير ونزلت في 30 يونيو، وأنا ما زلت مقتنع أن ثورة يناير هي ثورة شعب، يعني حصدها الجبناء والخونة والمتآمرون، وركبها الإخوان والعملاء والنشطاء. 30 يونيو ثورة شعب أيضا ضد استبداد الإخوان، يناير ثورة شعب ضد استبداد وفساد نظام فاشي وفاسد ونظام مبارك، 30 يونيو ضد نظام ديني فاشي وفاسد وعميل هو نظام الإخوان. النهاردة الرئيس قال أنه ثورة يونيو قدرت أنها تتجاوز مجموعة من العقبات وتمنع مجموعة من الحفر الكفيلة بأنها تضيع شعوب. نشوف جزء من كلمة الرئيس علشان أفكركم أو أفكر لناسي إحنا كنا فين وبقينا فين. نشوف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، تحتفل مصر اليوم بالذكرى 5 لثورة 30 يونيو 2013، ذلك اليوم الخالد في تاريخ مصر عندما قال الشعب المصري العظيم كلمته بصوت هادر مسموع لينحني العالم احتراما لإرادته ويتغير وجه المنطقة وتتغير وجهتها من مسار الشر والإقصاء والإرهاب لرحاب الأمن والتنمية والخير والسلام. في ذلك اليوم المشهود انتفض ملايين المصريين نساء ورجالا، شيوخا وشبابا، ليعلنوا أنه لا مكان بينهم لمتآمر أو خائن، وليؤكدوا أنهم لا يرتضون قبلة للعمل الوطني إلا الولاء لهذا الوطن والانتماء إليه بالقول والفعل. في ذلك اليوم المشهود
أوقف المصريون موجة التطرف والفرقة التي كانت تكتسح المنطقة، والتي ظن البعض أنها سادت وانتصرت، ولكن كان لشعب مصر كعادته عبر التاريخ الكلمة الفصل والقول الأخير. شعب مصر العظيم، أتوجه إليكم اليوم بخالص التحية والاحترام والتقدير في يوم من أيامكم المجيدة، يوم أثبتم مجددا أن المعدن الأصيل لا يبلى ولا يصدأ. فكم من أزمات وتحديات واجهها المصريون عبر الزمن، فكانت دوما وقودا لعزيمة هذا الشعب وإصراره على البقاء والصمود. وفي مثل ذلك اليوم منذ 5 سنوات تحدى المصريون التحدي ذاته، وأصروا على التوحد مع مؤسسات دولتهم الوطنية، مدركين بحسهم التاريخي العميق أن جسامة التحديات لا تعني الهروب، وإنما تعني المواجهة، وهو ما نقوم به معا على مدار 5 سنوات الماضية. فقد أنتجت لنا السنوات العاصفة التي مرت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011 3 تحديات رئيسية، كان كل منها كفيلا بإنهاء أوطان وتشريد شعوب. عايز أفكركم بالصحف العالمية. الصحف العالمية حصل لها صدمة، خصوصا الصحف الممولة من جورج سوروس ومن اليهود ومن الصهاينة في أمريكا وأوروبا، الصحف أيضا اللي ممولة من قطر ومن تركيا، والإعلام اللي أنشأوا نظام تميم وحمد وموزة، ومؤسسات الإعلامية كلها اللي كانت بتوجه ضد ثورة 30 يونيو، واللي قال لك دي ثورة فوتوشوب يا عم، ده عاملين سينما، ده عاملين معرفش إيه. بعد أيام من تواجد المصريين في الشارع بلا جريمة بلا حادث بلا، خدوا بالكم فرق شاسع جدا، لو لأنه 11 يناير كانت 2011 كانت هبة شعبية، جزء منها أو يعني بدأت بصورة ما، بتخطيط ما، بتعمد ما، والناس طلعت بشكل تلقائي مش فاهمين يعني، بس كانوا قرفانين ومخنوقين من نظام مبارك. 30 يونيو كان في حالة من حالات الإرادة الجمعية بأنه لابد أن يسقط نظام الإخوان. كنا وصلنا بقى الخنقة أنه الناس هتخش أي إخواني هتاكله. أنا بتكلم على شعب أمام عصابة، على أمة مصرية عريقة 11000 سنة أمام جماعة إرهابية نشأت عام 1928. تاريخ من الدم، تاريخ من الإرهاب، تاريخ من القتل، تاريخ من سفك الدماء، تاريخ من العمالة، تاريخ من خيانة الأوطان بالصوت والصورة بالمستند بالوثائق. الكارثة ان هم خدام اسيادهم، سواء المخابرات البريطانية في العشرينات من القرن الماضي او المخابرات الامريكية في ايضا اواخر القرن العشرين والقرن الجديد 21، بالوثائق. الاجهزة هي اللي فضحتهم، هم واللي بيمولوهم اللي هم نفسهم اسياد الامريكان سواء قطر او تركيا. صحيفة وول ستريت جورنال قالت كلام رهيب، قالت هناك ثورة حقيقية في مصر منذ 30 يونيو والمصريون خرجوا للميادين. أصبحت مصر بأكملها في حالة ثورة ضد قيادة الإخوان الفاشلة في وقت يهدد فيه مرسي الجماهير بما يعكس ضعف جماعته. مجلة فورن بوليسي قالت إن حجم المظاهرات المعارضة للإخوان تؤكد أن السياسة المصرية تقف على أعتاب تغيير حقيقي، وأن الجماهير خرجت في الذكرى الأولى لجلوس مرسي على كرسي الحكم ليبعث له برسالة واضحة، هي أنه آن الأوان للرحيل عن السلطة. صحيفة الاندبندنت البريطانية قالت المظاهرات التي شهدتها مصر هي تحدي للإخوان واستعراض للقوى الشعبية التي فاقت أعداد الذين احتشدوا للمطالبة بالإطاحة بحكم نظام حسني مبارك. يعني اللي نزلوا في 30 يونيو كانوا أضعاف مضاعفة للي نزلوا في يناير، ده حسب الاندبندنت البريطانية. وقالت أن الإخوان ومرسي جالسين على كرسي الحكم يواجهون ثورة جماهيرية حاشدة غير مسبوقة، ويتذكرون بالتأكيد ما حدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك. صحيفة نيويورك تايمز بعد أيام من ثورة 30 يونيو قالت نطاق الاحتجاجات تخطى ثورة يناير،
والجميع تيقنوا من فشل الإخوان المسلمين وما يحدث في البلاد من مظاهرات وتوبيخ حاد لهذه الجماعة. صحيفة كريستيان ساينس مينيتور قالت الإخوان دفعوا الجماهير للإشمئزاز منهم والابتعاد عنهم بعد مرور عام على وصولهم للسلطة وجلوس رجلهم محمد مرسي على كرسي الحكم. والاحتجاجات الحشدة المطالبة برحيله تعكس ديمقراطية جديدة يفرضها الشعب المصري. ديمقراطية جديدة يفرضها الشعب المصري، يعني إرادة شعب، هي دي صحيفة كريستيان ساينس مينيتور. عايز طبعا الإخوان وصفحاتهم برضو مرددين، أنا مش هنزله على الشاشة، عاملين جدول قبل 30 يونيو وبعد 30 يونيو، وكاتبين لك مثلا سعر الدولار كان بسبب 6 جنيه وشوية، النهاردة ب 17 جنيه، لتر البنزين كان ب 2 جنيه، النهاردة ب 6 جنيه وشوية، تذكرة البترول كانت بجنيه، النهاردة ب 7 جنيه، اسطوانات غاز كذا، بالمناسبة واحنا مستوعبين واحنا بنعاني ومستحملين، علشان انتوا لو كنتوا استمريتوا ما كانش هيبقى فيه حاجة اسمها جمهورية مصر العربية، كان هيبقى فيه حاجة اسمها في سيناء الخلافة الإسلامية للإخوان وحماس، وكان هيبقى الوطن ده مشرد، وكان زي البروتوكول أو القوانين اللي مضاها مرسي وخالد الشاطر مع قطر، انه محور قناة السويس تاخده قطر كاملة، وكانوا عاملين له مخطط انه يبقى بي او بي، يعني اجروه 99 سنة، يبقى احنا بعد ما خرجنا الاستعمار البريطاني اللي قعد 74 سنة بدم شهدائنا بأجيال ضحت، كان هيبقى عندنا تخيلوا استعمار قطري في محور قناة السويس، تخيلوا، وهي برضو مرتزقة، وكان هيجيب الظواهري والقاعدة والجماعات الإرهابية تقعد هناك زي ما دخلها سينا ابن موزة. ده اللي كان عايزه القطريين، عشان النهاردة يقول لك قبل وبعد. بس احنا النهاردة في وطن، في أقوى جيش في المنطقة، في جيش لو هرش بس كده ينسف قطر واللي مشغلينها، لو هرش في عندك 7000 كيلو من الطرق، في بنية تحتية بتتغير، في مشاريع متوسطة، في مشاريع قومية. احنا بنعاني من الأسعار، لكن أما يبقى لي وطن بيضمني ومش عميل لحد ومش منبطح لإسرائيل وأمريكا وبفتح علاقات في الشرق والغرب وأنا سيد نفسي، ما بقاش جزمة في رجل أردوغان ولا في رجل بني صهيون ولا في رجل البيت الأبيض، دي مصر، وعندنا حاجة تجوع الحرة ولا تأكل بسديها، هو ده المصري ياكلها بدقة إنما ما حدش يحك له مناخيره، هو دي مصر. وإحنا النهاردة عندنا حلقة هنفضح فيها حاجات كتير قوي من الوثائق اللي طلعت في العالم والإخوان نفسهم، يعني حتى المنقلبين عنهم. طيب عايز أروح للمصريين النهاردة في أنحاء العالم، شوفوا كده احتفال الجاليات المصرية في العواصم، شوفوا كده الصور فرحة، يعني عندنا فيديوهات بس نكتفي بالصور. شوف كده ده في فرنسا، المصريين في فرنسا محتفين بال 30 يونيو ذكرى الخمسة، برضو فرنسا. لندن الولايات المتحدة الأمريكية، ده اليونان النهاردة منذ ساعات، اليونان برضو، ده اليونان برضو أمام السفارة المصرية في أثينا، ده فرنسا، ده فرنسا برضو، عايز اروح لفيديو. طبعا هم كانوا بيخططوا انه خلال 30 الذكرى الخامسة ل 30 يونيو يقوموا بعض العمليات الارهابية. الخميس اللي فات كان فيه خلية ارهابية كانت بتحاول انها ترتكب بعض العمليات الارهابية في الصعيد، خصوصا انه كان فيه احتفال لاخواتنا الاقباط، يعني احتفال بمولد ديني، فولاد مش عارف اسميهم ايه والله العظيم، يعني لو انا اقول شبهتهم باي حاجه يبقى انا الحقيقه بحقر من اللي انا بشبههم بيه، بس هؤلاء الجرذان، هؤلاء السفله الحقراء كانوا عايزين برضو في احتفال ديني في الصعيد، فننزل نضرب شويه من كمان في سواح، في ناس جايه لك بتزور هذا الـ يعني المكان المقدس،
فنضرب شويه نموت لنا شويه، فيبقى المسلمين قتلوا المسيحيين، ونضرب عصفورين بحجر ونبوظ 30 يونيو. الحقيقه الامن الوطني اللي فيه رجال بتعمل بجد، نفخر بان هم بيحموا الجبهه الداخليه للامن المصري، استطاعوا ضبط هذه الخليه. وطبعا احنا معانا صور يا شباب نشوفها كده. وضبطوا باسم جاد، ده تلميذ الخنزير الهربان لتركيا يحيى موسى، اللي اسمه الشاذ يحيى موسى. يحيى موسى هو اللي ورث خليه الحركه، ما يسمى بالحراك الثوري، من محمد كمال، وهو اللي بيحرك ما يسمى بالذئاب المنفرده، خنازير الاخوان، وهو اللي بيديهم الخطط، وهو اللي بيشرف على تنفيذ هذه العمليات. وهو اللي حاول اغتيال مدير امن الاسكندريه، وهو اللي حاول يعمل ضربه الصعيد. نشوف اعتراف احد صبيان الارهابي يحيى موسى الاخواني باسم جاد، واللي تم ضبطه وكان صدمه برضه قبل 30 يونيو للاخوان طبعا وللجماعه الارهابيه. نشوف. العنف سلوكهم والاغتيالات منهجهم، يوما تلو الآخر يكرسون لهذه الحقيقة، ويوما تلو الآخر تستمر الجهود المضنية لوزارة الداخلية من أجل دحر الإرهاب. واستكمالا لجهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات حادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق في 24 مارس عام 2018، والتي أثبتت تورط بؤرة من عناصر ما تسمى حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية في الحادث، ونجاح الجهود الأمنية في مداهمة وكر اختبائهم بالبحيرة والتعامل معهم، ما أسفر عن مصرع عدد 6 منهم والعثور بحوزتهم على كمية من الأسلحة. الخطة الأمنية حددت أحد العناصر المنفذة. أنا اسمي معتز مصطفى حسن كامل، واسمي الحركي عز، من محافظة اسكندرية وطالب في كلية الهندسة. انضميت لجماعة الإخوان المسلمين بعد 2011، وشاركت في كل الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب والشورى والرئاسة. بعد 2013 30/6/2013 شاركت في كل المسيرات والمظاهرات اللي نظمتها جماعة الإخوان، وكنت من ضمن فرق التأمين اللي بتأمن المظاهرات لما تحاول قوات الأمن إن هي تفضها، وكنا بنستخدم الخرطوش والمولوتوف. في بداية 2016 كلفني الإخواني عبد الله يوسف محمد بالانضمام لحركة اسمها حسم. دي حركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وكانت قيادة الإخوان شافت إن المسيرات والمظاهرات ما بقاش لها تأثير وجدوى، ولازم إن هي تعمل عمليات قوية ضد منشآت الدولة. ربطني بشخص اسمه الحركي جاك. كان جاك بيبعت لي ملفات تتكلم عن كيفية التشفير والتأصيل الشرعي للجهات وكيفية العمل الأمني. استمر الموضوع دوت لمدة 4 شهور تقريبا. بعد كده وزعني على مجاميع الرصد وربطني بشخص اسمه الحركي جيمس. طلب مني جيمس اني احدد الاماكن والاهداف الهامة في مدينة اسكندرية. بعد كده كلفني بالسفر لإحدى الدول بالخارج للالتحاق بأحد معسكرات التدريب. اتدربت في المعسكرات ديت على الشغل الأمني والتكتيكات العسكرية والتعرف على المتفجرات. بعد شهرين رجعت واستكملت العمل اللي أنا كنت مكلف بيه بالرصد. في بداية 2018 كلفني جيمس إني أحدث الملف بتاع موكب مدير أمن اسكندرية، وربطني بشخص اسمه الحركي أيوب، وفهمني إنه هيكون هو المسؤول عن تلبية أي حاجة أنا هحتاجها أثناء ما أنا شغال. طلب مني أيوب إني أصور ركاب مدير أمن اسكندرية، وبالفعل صورته ورفعت التقرير لجيمس. استلمت عن طريق الحركي أيوب عربية متسوبيشي لانسر فضي، وخليت العربية ديت قريبة من البيت عندي لمدة من الوقت قبل التنفيذ، لأن هي ما كانتش لسه اتجهزت. بعد مدة كلمني أيوب وقال لي إني أسيب، كلفني إني أسيب العربية في مكان معين علشان تتجهز وتحط بيها يتحط فيها العبوة المتفجرة. بعد كده
خلاني اروح استلم العربيه ديت من نفس المكان. اخدت العربيه ورحت حطيتها في مكان التنفيذ شارع المعسكر الروماني، وكنت وانا بركنها لابس باروكه وشنب علشان كاميرات المراقبه ما تقدرش ان هي تتعرف عليا وكده. وكان ربطني بشخصين على برنامج التليجرام، واحد اسمه الحركي باسم والتاني اسمه الحركي عمر. كنت قابلت باسم قبل التنفيذ وسلمته الريموت اللي هيفجر بيه العربيه، وعمر عرف المكان اللي هو هيكون واقف فيه علشان يبلغ باسم لما يعدي موكب مدير الامن علشان يستعد للتنفيذ. في يوم 24 مارس انفجرت العربيه اثناء مرور موكب مدير امن اسكندريه من جنبها، ومات 2 من الحرس بتوعه. بعد كده كلفني ايوب اني اروح الجيزه اقعد هناك فتره من الوقت في منطقه المنيب. بعد كده لما رجعت اتمسكت ومعايا طبنجه سي زد والطلقات بتاعتها واتنين صاعق وكميه من المواد اللي بتستخدم في التصنيع. كما اسفرت عمليات البحث وتتبع باقي عناصر البؤره عن اتخاذهم وكرا بمحافظه اسيوط، وبمداهمته جرى تبادل اطلاق الاعيره الناريه، ما اسفر عن مصرع 4 عناصر بحوزتهم بندقيتان آليتان وطبنجتان وعوة ناسفة. كما نجحت الجهود في ضبط القيادي الإخواني بحركة حسم. أنا اسمي باسم محمد إبراهيم جاد الحركي محمود من محافظة كفر الشيخ، شغال سواق. انضمت للإخوان سنة 2006، شاركت في جميع المظاهرات وأعمال العنف اللي حصلت في مركز مطوس. في 2016 انضميت لحركة حسم، كنا بنستخدم عربيات في نقل عبوات متفجرة وأسلحة وعناصر لأماكن مختلفة. كلفت بعد كده بمسؤولية النقل في 5 محافظات، اسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والمنوفية، عن طريق مسؤولي الحركي شهدي. اداني صورة بطاقة مرات أحمد عبد العظيم الدمليجي علشان أشتري بيها عربية لانسر. اشتريت العربية وبعد كده خدت العربية نقلت بها عبوات متفجرة من الجيزة إلى اسكندرية وسلمت العربية في اسكندرية بالعبوات. بعد كده عرفت إن التنظيم استخدمها في تفجير مدير أمن اسكندرية. وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات والجهود لا تتوقف لضبط باقي عناصر البؤرة. شوفوا يا جماعة، أو يعني أنا بس عايز أي حد عنده عقل كده، لو ما كانش 30 يونيو كانوا دول اللي هيحكمونا. تخيل واحد طالب في كلية صيدلة، طالب في كلية هندسة وبتاع هندسة، بيقول لك أنا تواصلت مع جيمس، واحد اسمه جاك. طبعا التحقيقات هتثبت مين الناس دي، والناس دي غالبا هيبقى معاها جنسيات مختلفة، جنسيات إسرائيلية، جنسيات تركية، ممكن يبقى عندها جنسيات إيرانية، ممكن يبقى عندها جنسيات إنجليزية، لكن في الأصل هم عملاء مخابرات لا يريدون لك أن يمضي يوم بدون عملية إرهابية. وأي خطوة أنت بتحققها وبتطلع لقدام بتعمل أي معدل تنمية، إحنا عهد الإخوان كان معدل التنمية بس عشان الجزيرة الكذابين، احنا وصلنا احتياطي نقد زيرو لما هم ادونا 3 مليار دولار اللي كان اعظم قرار عمله السيسي ان هو رجعه لهم عالجزمة. فالنهاردة انت عندك اعلى احتياطي نقدي من الاحتياط الاجنبي. المعدل التنمية كان نزل 2% في عهد الاخوان، اللي هو اقل من معدل السكان واقل من معدل اي حاجة، اللي هو انت بتشحت بتعض في الارض. شوف هنفكركم بقى بالكهرباء والبنزين والشوارع والمظاهرات والعنف وقلة الأدب. كان خيرت الشاطر بيخطط مع عدد محدود من رجال الأعمال، وللأسف ظاهرين النهاردة تاني كل العصور رجال أعمال كل العصور، منهم رجل الأعمال إياه صاحب القناة الفضائية اللي موجود حاليا، اللي عمل تهنئة المرسي في كل الجرائد اليومية على صفحة كاملة، وسايبينه وهو سارق ربع أراضي مصر، لدرجة ان في شركة اراضي تابعة للدولة عاملة استغاثة واخد عليه حكم ومش قادرين يستعيدوا الارض منه. سلطته ايه؟ ده موضوع تاني، بس انا ايه الشيء بالشيء يذكر. يعني دول اللي كانوا عايزين يحكمونا يقتلونا، هذا المأفون بتاع اسكندرية
اللي حاطط علم داعش وراه، لو انتوا فاكرين اللي حدف الطفل من فوق السطوح واللي كان نموذج للإرهابي، هو زي صفوة عبد الغني وصفوة حجازي والزواهري وعبد الماجد اهو قدامكم، تخيلوا دي المناظر، والبلتاجي، تخيلوا دول اللي كانوا يحكمونا، تخيلوا دول اللي كانوا عايزين يسحلوا الشعب المصري، ويا مرسي يطلع يا سينا تتفجر وتتملي دم. حتى لا ننسى، هوريكم فيديو سريع كده حتى لا ننسى. مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام. وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، يؤدي رئيس المحكمة إجراء انتخابات رئاسية. طيب أنا معايا الدكتور مختار نوح، الخبير في جماعات العنف وأيضا عضو لجنة حقوق الإنسان، لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان. دكتور مختار أهلا بحضرتك. ألو. طيب ماشي. طب نشوف كده التهديدات الإخوان، هنفجر مصر بالتاجي بقى وكده. انذر، اعرف ان انت صنعت طالبان جديدة وصنعت القاعدة جديدة في مصر. كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر، وانت اللي دمرت مصر. انت فعلت مجاهدين جداد واستشهاديين. اعرف لو كل واحد من دول، لو كل واحد من عشرة فجر نفسه في مجموعة، فانت السبب، انت اللي عملت الارهاب وانت اللي ابتديت بيه. انا بنذرك، رجع الامور لنصابها، والا هتلاقي الجموع دي كلها هتفجر مصر. انت اللي بتعمل حرب اهلية بين مصر، بين المسلمين وغير المسلمين. انت اللي بتعمل حرب اهلية بين المسلمين والعلمانيين. انت اللي بتعمل حرب اهلية بين المسلمين وبين الشيعة. وانت اللي فجرت، وانت اللي كتبت شهادة وفاة جبهة الانقاذ ورجالتها. وانت اللي كتبت شهادة وفاة كل المتمردين. وانت اللي كتبت شهادة وفاة كل واحد عارض الرئيس مرسي وعارض شرعية الصندوق. انا بنذرك يا سيسي، احذر، اما ان تقتل هذه الجموع او هذه الجموع ستنفجر فيكم. احذر، وهذه رسالة واحد من ملايين. بقول لك يا سيسي، احذر يا سيسي، انت عملت طالبان وانت عملت قاعدة جديدة في مصر، انت اللي صنعت الارهابيين. واقول لك كده، وخد الكلام ده عبرة وبكره. طبعا احنا زعنا صورة هذا المأفون لما وهو مع الارهابيين في سينا. بعد، لو انتوا فاكرين يا شباب، احنا من كام شهر زعناها، لو تقدروا تجيبوها لي، وهو بيحارب مع الارهابيين في سينا، بيحارب الجيش المصري والشعب المصري، وهو جاهل، لانه هو مصر يعني بالمعنى العلمي ما فيش حاجة اسمها المسلمين والعلمانيين، ما انا مسلم علماني، انه هو جاهل، مفيش حاجة اسمها سنة وشيعة في مصر، مفيش حاجة اسمها كده. انما هو كانوا زي ما قلت لكم، هم بيعتبروا كل من هو ضد الاخوان اللي هو الشعب المصري كله، ده لوحده في خندق وهم في خندق، فيبقى عصابة قدام شعب، يبقى جماعة ارهابية ضد امة كاملة. تخيلوا يعني سلة، او يعني كل اللي عملهم حسن البنا وسيد قطب وبديع وكل دول، كل دول مهما كانوا عدة الاف كام، مهما كانوا يبقوا كل دول اللي يحكموا هذه الملايين. ده منطق الجماعة الاخوان ومنطق الحاكمية، من ليس معي فهو ضدي، زي ما سيد قطب قال الوطن حفنة من تراب قذر، وزي ما عاكف قال طز في مصر.
وقال أنا يجي لي مسلم أفغانستاني ولا باكستاني يحكمني، وما يجيش مسيحي مصري يحكمني ولا مسلم مصري يحكمني. هو ده منطق جماعة الإخوان الإرهابية. طبعا البلتاجي فكركم بكلامه، معانا البلتاجي أهو، في كل الخيام في كل الشوارع في كل الأماكن نتجمع أمام المنصة في قلب الميدان. الإخوة اليمين يصحب الإخوة، يصحب إخوانهم الإخوة والأخوات، الجميع يتجمع أمام المنصة في قلب الميدان. مفيش حد نايم جوه الخيام خالص نهائي. نستعد إن شاء الله تعالى في ثبات وصمود أمام هؤلاء الظالمون اللي بيحاولوا يثيروا الفزع بمدرعات قادمة من هنا ومن هناك وبالبزارات قادمة من هنا وهناك، لكن إن شاء الله تعالى إن شاء الله يتعلموا الدرس النهاردة بصمود الأبطال في ميدان النصر والصمود والثبات إن شاء الله تعالى. بالروح بالدم وفي دينك يا إسلام. بالروح بالدم نفديك يا مصر. أهلي وعشيرتي، أريد الجميع أن يلبي النداء وأن يشارك بإيجابية في بحث كل هذه القضايا الداخلية والإقليمية العربية والإسلامية. لقد رفضت قوى المعارضة، بعضها رفض مراراً وتكراراً الاستجابة للنداء والحوار. أنا أحترم قرارهم، لديهم أسبابهم الخاصة بعدم تلبية الدعوات، ولكني أتحفظ على ذلك بالنظر إلى التحديات المشتركة التي تواجهنا في الداخل والخارج. يا لهوي على الكابوس. إنك أنت تطلع بجملة، طبعا أنا آسف إن أنا بفكركم بهذا الوجه الكالح، وأنا أقسم بالله العظيم أنا ما في مرة كان بيخطف أخطب إلا وجرالي حاجة، يعني أحس بصداع رهيب. أنا في مرة مثلا خبطت الإزاز بإيدي وأنا قاعد على المكتب، كسرته وإيديا اتحورت، خصوصا آخر خطاب ده اللي كان فيه عاشور وفاكرينه والسكينة والحاجات دي. الباقي أنا جيت في لحظة كده قلت إيه، المصريين بيضحكوا على خطب مرسي، بس ده الناس بتضحك لكن مش مستوعبة إن هو جد جدا. هو ما كانش بيهزر، لا ده هو جد جدا، هو ده مستواه، وهم عايزينه كده لأنه مرسي كان مجرد أرجوحة، كان مجرد عروسة حلاوة، بينما الخطط كلها كانت بتتم من وراه وهو مش عارف حاجة. ويمكن يعني يوما ما كنا في قصر الاتحادية أيام ما كان فيه النائب برضه نائب رئيس الجمهورية الإخواني، وكان معنا إعلاميين كتير جدا، والعبد لله وقف قدام نائب رئيس الجمهورية قدام الأخ المتحدث الرسمي وقلت له انا عايز اعرف هو انتوا هو يعني اللي بيحكم مرسي من قصر الجمهوريه ولا بيحكم المرشد من المقطم. واحد الاعلاميين الكبار قوي خبطني في رجلي ساعتها وانا يعني وانا واقف بتكلم. لكن حد ممكن يقول لك لا انت بتدعي البطوله، انت كنت فين يا عم؟ لا انا ما بدعيش البطوله، ده صوت وصوره، ده صوت وصوره. هكلمكم عن مؤتمر القمه العربيه اللي حصل 2000 بدايه 2013 في الدوحه. وانا كنت قعدت سنوات طويله، دي كانت تاني مره في حياتي اروح فيها هذا البلد اللي شعبه طيب جدا، لكن انقلاب حمد على ابوه
خلاني أكره البلد لأنه كان ريحة الغدر موجودة في كل حتة، وكان بيجي لي دعوات وما روحش الحقيقة. إنما أنا روحت بعد سنوات مؤتمر القمة العربية في الدوحة وشفت مسرحية قذرة، وأنا أول إعلامي طلع رجعت، ما كنتش نمت 3 أيام، رجعت كان البيان الختامي يوم الحد، وأنا رجعت السبت نهارا وقلت في الفيديو اللي أنتوا هتشوفوه ده، أنا شفت بعيني مرسي بيشخر جوه مؤتمر القمة، وكان على يمينه وشماله عصام الحداد ورفاعه الطهطاوي مدير عام زي زكريا عزمي كده مدير ديوان رئاسه الجمهوريه، وعصام الحداد المستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الخارجيه، وكان اقوى من محمد عادل عمرو اللي هو كان وزير الخارجيه ساعتها، كان هو اللي بيدير الملف الخارجي كله، وهو اللي كان بيوقع العقود مع تركيا وقطر لبيع مصر بالحته، واللي عنده حاجه غير كده يطلعها. مصر كانت بتتباع بالحته، محمد كامل عام. فانا ايه قلت جوه وانا قاعد جوه المؤتمر في المكان اللي فيه الاعلاميين والصحفيين، قلت يا نهار اسود ده مرسي بيشخر. فسمعني احد رجال الامن اللي بيامنوا المكان، امن القطر يعني، مؤتمر قمه عربيه كل الرؤساء والملوك والامراء فقام ناديلي قال لي اتفضل. قلت له في ايه؟ قال لي لا ما حضرتك اتفضل. قعدت اقنعه والحمد لله ايه يعني، وانا بقنعه كده هم ايه كانت الجلسه الاولى بتخلص، فطلعنا بره، فالاخوه بقى الاعلاميين المصريين والعرب بتاعي، يا استاذ محمد انت جاي تهرج، انت في حفله، بعض الزملاء يعني. انا بصراحه اللي انا كنت شايفه يدعو للتهريج، لان انا شفت واحد كان ابن زعيم الاخوان في سوريا، حمد وتميم وموزه وحمد بن جاسم، عملوه زعيم الجيش الحر والمعارضه السوريه، وجيت هنا هاجمته اللي هو معاذ الخطيب، وشفت حمد بن جاسم محتضن وماشي بيه كده، وقلت ساعتها ده ائتلاف نفس اللي حصل في سيناء بعد كده، ده ائتلاف الارهابيين العالمي، قطر بتموله لصالح امريكا واسرائيل في سوريا. ما هي قطر بتعمل ده ليه؟ عشان اسرائيل تاخد الجولان، فقطر كانت واخده توكيل بتفتيت سوريا، فجابت معاذ الخطيب هذا الاخواني الارهابي مولته وادته قصر في لندن وادته فلوس وقالت له جيب الارهابيين من كل الدنيا واديهم سوريا علشان نخلص على سوريا وعلى بشار الاسد. انا قلت الكلام ده ما كانش فيه اعلامي عربي بيجرؤ يقول هذا الكلام. ورجعت قلت بقى على ايه؟ ركزوا معايا. عشان في النهارده اعلاميين عاملين ابطال. وفي ناس كانوا مستشارين لمرسي وبقوا ماسكين مؤسسات اعلاميه يا جماعه النهارده. قلتم؟ هو ايه اللي بيحصل في البلد دي؟ فالنهاردة أنا رجعت من مؤتمر الدوحة ومش نايم، درجة كان كنت في قناة التحرير، ف يعني بيقولوا لي خلاص أنت جاي تعبان وبتاع وكان ضغطي عالي ما تطلعش، قلت لهم لا ده أنا لازم أطلع. فطلعت حكيت اللي حصل، وحكيت عن المؤتمر اللي قال فيه مرسي إذا الإرادات يبطل معرفش يحصل إيه والصوابع يعمل إيه، قلت يا نهار أسود ده رئيس جمهورية ولا شغال في مصمت ولا شغال في بيت دعاره ولا شغال ايه بالظبط؟ تعال نسمع الفيديو اللي هو يمكن انا بذيعه لاول مره من ساعتها قبل البيان الختامي لمؤتمر القمه العربيه في الدوحه في بدايه 2013. نشوفه. في قطر اسمه محمد مرسي وجه بنفسه الدعوات لمن سيحضرون هذا اللقاء. جلست مع مجموعة من الأصدقاء من الإعلاميين والصحفيين، جزء منهم يعمل في صحف قطرية وعربية ومذيعين في الإذاعة القطرية وفي قناة الجزيرة، فذكروا لي بأنه من وجهت إليهم الدعوة لحضور مؤتمر قطرتنا في الدوحة هم فقط الإخوان المسلمين الذين يعيشون في قطر. سألت أحدهم بعد اللقاء ماذا حدث، فالرجل تندر رغم قربه من الإخوان وقال لي تصدق إن المؤتمر كان حضره بعض السعاة وبعض الموظفين البلدية اللي ملهمش أي قيمة أدبية ولا يعني ملهمش أي مستوى علمي ولا ثقافي ولا فكري ولا ولا ولا، ولكن مجرد إنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وهم دول اللي هتفوا وهم دول اللي سقفوا وهم دول اللي رددوا شعارات التأييد. أكيد حضراتكم شفتوا الكلام اللي قاله
اللي هو من باب وقع في ركابكم ولا ضربة في ركابكم، وبرضو حديث الأصابع واللعب في مصر وإلى آخره من هذه الكلمات اللي حاول فيها الرئيس مرسي أن يكون يعني حسه الكوميدي عالي، والحضور كانوا بيضحكوا، والتعليقات وحوالين أن مصر مش هتقع، ومصر فيها 18 مليون بيشتغلوا في القطاع الخاص، و3 مليون فلاح أو 2 مليون فلاح بيشتغلوا، وما لهمش دعوة بال15 واحد اللي بيولعوا كاوتش واللي بيضخمهم الإعلام. إذن نحن أمام خطاب تم توجيهه لأناس ليس لهم علاقة لا بالإعلام ولا بالسياسة تقريبا في معظمهم، وهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وهذه ليست أول مرة يفعلها الرئيس عندما يزور دول خارج الحدود سواء دول عربية أو دول أوروبية. السفراء بتوعنا في الخارج كانوا هم عرابين للحضور الإخوان في بره. دي الصورة بتاعت المؤتمر بتاع الرئيس في فندق ريتز وليس في السفارة المصرية، لأنه السفير تحجج بأنه السفارة فيها إصلاحات، مبنى السفارة فيه إصلاحات. قبل كده في السعودية حصل نفس الشيء، كثير من أعضاء الجالية المصرية في السعودية في جدة وفي الرياض اشتكوا من أنه عندما زار المملكة العربية السعودية السفراء والقراصل هناك لم يكونوا يدعون إلا أعضاء الإخوان المسلمين، وكأنه مصر اختصرت في الإخوان المسلمين سواء في الداخل أو الخارج. أنا بقول لوزير الخارجية الأستاذ محمد كامل عمرو، عيب، صح النوم، ما ينفعش أنه سفير عندك يعمل كده، ولو عمل كده وانت راضي تبقى المصيبة أعظم، لو عمل كده وانت مش عارف تبقى المصيبة أعظم. الجاليات المصرية منذ تولي الإخوان وحكم مصر خارج مصر وهم بيشتكوا من انه بقى فيه الكيل بمكيالين وفي انقسام بين المصريين، لانه السفير بيعامل اعضاء الاخوان المسلمين بره مصر معامله خاصه وما دونهم معامله سيئه، وكانه المصريين تحولوا الى اسياد وعبيد لدى هؤلاء السفراء. هذه كلمه حق اقولها بعد ان شاهدت بعيني كثير من هذه المواقف تؤكد هذا المفهوم، وسمعت حكايات كثيرة تصب في هذا المعنى. إذن الإخوان كانوا يريدون أن يحولوا مصر إلى أسياد وعبيد، هم الأسياد ونحن العبيد. هذا الفيديو في أثناء حكم الجاسوس مرسي. بعد ده بأسابيع وللتاريخ قررنا في نقابة الصحفيين الخروج في مظاهرة قبل 30 يونيو ضد فاشية الإخوان، وكانت ناس بتخوفني أن ننزل هذه المظاهرة. أنا بقول بس ده للتاريخ بالصوت والصورة علشان الذين يريدون أن يزايدوا على مواقفي من الإخوان. أهو أدي الصور ورا، هتلاقي الإخوان الكذبة، الإخوان الإرهابيون، الإخوان كذا، ده أمام نقابة الصحفيين. في فيديو تاني بواجه فيه الأخ صفوت حجازي بحكاية إرسال السلاح إلى سوريا، لأنه يوم 6 أكتوبر وقف الجاسوس مرسي بيدعو منتخب الإرهابيين العالمي إن هو يحول، وبالمناسبة اتحاد الأطباء العرب وعبد المنعم أبو الفتوح وعصام العريان ونوادي كتير جدا في مصر زي نادي 6 أكتوبر وغيرها كانوا بيجمعوا ما يسمى للإغاثة الإسلامية وإخواتنا برا وجهاد عشان الصور. الفلوس دي تروح لمين؟ لمنتخب الإرهابيين اللي بيتمول في سوريا قبل ظهور داعش، خدوا بالكم، لكي بعد كده يذهب الى سيناء عشان يقتل جنودنا. يعني في ناس من بين ظهرانينا الاخوان خدوا منهم فلوس، وللاسف هذه الناس بحسن نيه تبرعوا بفلوس عشان تصب عند معاذ الخطيب واخوان سوريا ثم اخوان ليبيا الذين جاءوا الى سيناء ليقتلوا فيه اولادنا سواء شرطه او جيش او مدنيين. المأفون الارهابي اللي اسمه صفوت حجازي انا واجهته في عصر الاخوان وتحت حكم الجاسوس مرسي، ونشوف الفيديو. ان احنا بنبعت سلاح لسوريا واقسمت بده، ده مش أيوة دي مش مخالفه لسوريا. ايوه انا بودي سلاح لسوريا، ده انا بقولها لك تاني اهو،
طيب انا بعتبر ده بقى يعني انا مش عارف اسميه ده بلاغ بقى لوزير الداخليه وزير لا الدفاع. لا قدم بلاغ زي ما انت عاوز. مين قال ان انا بودي سلاح من مصر؟ امال بتوديه منين؟ مين قال ان انا بودي سلاح من مصر؟ يعني حضرتك تاجر سلاح يا دكتور صفا؟ لا انا ما بتاجرش في السلاح يا استاذ محمد، وحتى لو انا بتاجر في السلاح انتوا مالكم؟ انا ما بتاجرش بالسلاح في مصر. اللي يثبت عليا شيء يخالف القانون في مصر يحاسبني. طيب حضرتك بتقول اتفضل دي نقطة اتفضل ما تطولنيش ما لم أقل. أنا ما قلتش إن أنا ببعت سلاح من مصر، ولا قلت إن أنا بشتري سلاح من مصر، ولا قلت إن أنا بخرج سلاح من مصر، ولا قلت إن أنا بتاجر في السلاح في مصر. تاجر السلاح ده يا أستاذ محمد اللي هو بيشتري سلاح بفلوس بسعر ويروح يبيعه بسعر تاني، ده اسمه تاجر سلاح. والكلمة ديت أنا أربأ بحضرتك إن حضرتك ما تقولهاش. انا اما يبقى اروح ادخل سلاح للمجاهدين السوريين ده ما اسموش تاجر سلاح. طب وضحها لنا اسمها امال ايه يا دكتور صفا؟ ده اسمه سائر مسلم شريف بيساعد المجاهدين السوريين اللي بيتضربوا بكل انواع الاسلحه وبيتقتلوا علشان هم قاموا بثوره ضد ظالم من الظلمه. طيب بيسميه كده مش تاجر سلاح. طبعا كناش نعرف العلاقة أو الاتفاقية اللي وقعها التنظيم الدولي للإخوان في واشنطن في البيت الأبيض مع أوباما وهيلاري كلينتون وتقسيم برضو الدول العربية وثورات الربيع. ما كناش نعرف المستندات والوثائق الكتيرة اللي ظهرت بعد كده. ما كناش نعرف أنه في عقد تم في المقطم في مقر الإخوان، حضروا جيمي كارتر وحضروا خيرت وبديع وعصام الحداد بالتنازل عن سينا 14,000 كيلو تقريبا. والحكاية دي قالها أبو مازن في أحد العشاءات اللي كنا فيها، وقال أنه وكن فبرضه في ظل عهد الإخوان قال أنه حزين وقال لنا بس أنتوا هتسمعوا أخبار كويسة. كنا عدد محدود من الإعلاميين والصحفيين، وكان موجود معنا أستاذنا مكرم محمد أحمد. وأبو مازن الرئيس الفلسطيني قال أنا فاكر ده كويس قوي في رمضان 2012 او 13 يعني في سنه في يعني اعتقد لا 2012 قال انه مش ده مش هيعدي، وانه الجيش المصري والمخابرات المصريه لن تسمح بانه ذره رمل واحده تتباع من سيناء. وقال انه مجرد الفكره هي الفكره اتعرضت على حماس هو ما سمعها قال المصريين مش هيسيبوهم يعملوا كده. هفكركم برضه باللي يرش مش عارف ايه يعمل ايه التهديدات. نشوف. الحرية في أمانة الجيش المصري، ونحن نثق في الجيش المصري، ولن نقترب منها إلا إذا وضع تحت إلا إذا هذه مئات الخطوط. وبقولها الرئيس محمد مرسي، الرئيس المنتخب، الرئيس المصري المدني المنتخب بانتخابات شرعية نزيهة، اللي رش بالمية هرش بالدم. طبعا احنا اكتشفنا النزيهة واكتشفنا زكية واكتشفنا نبوية، اكتشفنا ان هم كانوا بيحصروا قرى الاقباط في الصعيد عشان ما يطلعوش يدلوا باصواتهم لان هم ما كانوش هيدوا مرسي. اكتشفنا انه نتائج الانتخابات كانت لصالح احمد شفيق مش لصالح مرسي. اكتشفنا انه كان حصل تهديد بتفجير مصر كلها، وان الامريكان اتدخلوا والتاريخ بيتكتب لكن الوثائق بتنطق، الوثائق بتقول. معانا وثيقه التنازل عن سيناء في المقطم، ويمكن انا كنت اول اعلامي أذاع هذه الوثيقة وعملت ضجة جامدة جدا. الحقيقة أنه هي تعرضت في ندوة ضيقة جدا كنت أنا بشارك فيها، عرضها أحد الخبراء العسكريين لهذه المجموعة البحثية. والحقيقة أنا خدت الفيديو وعرضته في نفس اليوم، وكنا عاملين ندوة مصغرة في جامعة الفيوم. نشوف الفيديو ده بتاع بيع الإخوان لسينا. يا جماعة الفيديو ده مهم. ادي العقد اللي عرضه جيمي كارتر، وده انا عجبني ان الحقيقه الدكتور العميد والخبير العسكري اسامه جمال عرضه في جامعه الفيوم الحقيقه النهارده وامبارح، كان وعرضه على الاخوان. فعندما
يعني ألقموا حجرا حاولوا يفسدوا الندوة. كارتر هنا خلى مرسي يوقع، لو لاحظتوا ارجع ثانية بس يا شاكر، لأن الفيديو ده لأول مرة بيعرض. جيمي كارتر مرسي خل وقع هنا على عقد بيع سينا، عشان اللي بيقولوا لي ده السيسي بيبيع جزيرتي تيران. هنا جيمي كارتر خلى مرسي وقع عقد التنازل عن سينا للحمساويين لكي تتمدد دولة إسرائيل. أهو أهو، والأخ البديع بيسلم ودخل ودخل. هتلاحظوا هنا أن خيرت الشاطر قرفان، ليه؟ لأنه شاف. طيب طبعا عندي الحقيقة فيديوهات كتير جدا من اللي انقلبوا على الإخوان من داخل الإخوان، لكن أنا برضه يهمني مشاركة المشاهدين. أخذ عبد الرحمن من القاهرة. ألو، مين؟ طبعا مش عايز ننسى بعد 30 يونيو. طبعا النهارده برضو اكثر من كاتب الحقيقه عالمي كاتبين عن معلومات جديده وكليكس بتنشر وبتفضح الاخوان في رابعه ونهضه، وازاي كانوا عملاء مخابرات بريطانيه وامريكيه واسرائيليه بيتواصلوا معاهم بيدخلوا لهم سلاح، وازاي السلاح كان بيجي من سيناء، وازاي داخل هذه التجمعات كان في نيه باستقطاع هذه الميادين، وكانت الحيزابون السفيرة الأمريكية أن باترسون بتزور هذه ليلا هذه التجمعات وبتقول لهم ما تتحركوش من هنا، وإزاي الإخوان كانوا بيستنجدوا بأوباما، وإزاي كانوا بيقولوا أن الطيران الأمريكي جاي ينقذنا، وإزاي أن هم كانوا بيهللوا لسقوط ليبيا في يد الإرهابيين وفي يد البوارج الأمريكية والبريطانية، إزاي هم كمان حرقوا كنائس الأقباط، ازاي عملوا هذه الفرقة الرهيبة ما بين وحاولوا الفتنة ما بين مسلمي ومسيحي مصر، رغم انه العدو الاول لمسلمي ومسيحي مصر كان هم جماعة الاخوان الارهابية، ومع ذلك بانوا على حقيقتهم وكشفوا عوراتهم عندما هاجموا الكنائس بعد 30 يونيو وخلال فض ربعة في اغسطس هاجموا اكثر من 120 كنيسة في صعيد مصر، معظمها تم إن لم يكن كلها تم إعادة بناء وتجديده بقرار من الرئيس السيسي. أنا مش عايز بس ننسى هذه الأيام، ولكي تكون عبرة للتاريخ وللأجيال. تخيل مصر كانت هتبقى خرابة على يد هؤلاء، وهم ما عندهمش مشكلة إنها كانت تتحول لقندهار أو أفغانستان أو تورا بورا، لكن هم حتى لو هيحكموا خرابة يبقوا على رأسها. نشوف فيديو مجمع للإخوان سريع كده ونتلقى تليفوناتكم. دونها الرقاب، دونها الرقاب، دونها الرقاب، وإذا قلناها فعلناها. انتهى زمن السلمية. وأنا بقول لزوج كل ضابط وابن كل ضابط، جوزك هيموت، ولادك هيتهدموا. والله العظيم اللي يقدر يجيب رقبة واحد منهم كلاب وأهل النار ربنا هيكرمه. لن تحدث حرب أهلية بالمفهوم، ولكن يحدث عمليات انتقامية. سنأتي نحن أيضا بأمر عظيم بالثورة الإسلامية. انتوا بتتفرجوا على مذابح للمسلمين كتير قوي، لكن انتوا الدور جاي عليكم. ده نموذج من الخطاب الإعلامي الإخواني الإرهابي الممول من قطر وتركيا، وفي نفس الوقت بيصب لصالح الخطاب الصهيوني الأمريكي. واضح جدا أن الناس دي بتتحرك من أياد أخرى، هي اللي بتقول تقول إيه وما تقولش إيه. لكن يصل الفجر أنه إعلامي مأفون يعني جاهل وكان بيأكل على كل الموائد، ويعني مش عايز يعني ولا يستحق ان انا يقول جوزك، يهدد زوجات الضباط ويقول لها جوزك هيموت، جوزك هيتقتل، جوزك يعني يصل يعني لا منطق ولا انسانيه ولا دين ولا حتى ذوق ولا حضاره ولا اسلام ولا ده. انت لو عندك ذره انسانيه، لو انت حتى بتدعي انك انت اديب ولا شاعر ولا فنان، زار حد ادنى ما تقولش هذا الخطاب العنصري وتحرض على قتل الضباط. مش هقول طبعا اللي بيحملوا انت حرام فيك الجنسيه المصريه. محمد الصغير نفس الكلام، خطابه العنصري اللي تجاوز خطاب النازيين والفاشيين، خطابه الحقير اللي بيحقر من الشعب المصري وبيقول كل المصريين ما يستحقوش ان هم يعيشوا لانهم وقفوا ورا الجيش او ورا السيسي او ورا، هم ما وقفوش ورا الجيش ولا الشرطه ولا السيسي، هم وقفوا ورا وطنهم، هم كانوا بيحموا عتبه بيتهم لان انتوا كنتوا عايزين ان مصر تتحول
إلى اليمن وتتحول إلى الدول اللي حوالينا اللي لغاية دلوقتي فيها الدم لم يقف عن الفوران. طيب احنا معنا ايه تاني يا شباب؟ طيب انا عايز الحقيقة عندي كم خبر طيب قبل ما نخش الضيوف بتوعنا وهنتكلم برضو عن الذكرى. النهاردة النائب العام المستشار نبيل صادق امر بالتحقيق في استضافة رئيس الشيشان للمنتخب، وبيحقق في اكثر من تهمة ضد اتحاد الكورة وضد بوريدة، منها تهمة اهدار المال العام، خصوصا ان هم الاتحاد خد من الفيفا 1,800,000 دولار. الحقيقة انا يعني هنتكلم يمكن بكرة بالتفصيل عن موضوع اتحاد الكورة، لكن انا لازلت اردد لو اتحاد الكورة عندك ذرة كرامة قدموا استقالتكم. هبوريدة النهاردة بيقول تصريحات عنترية قوي، وقال لك احنا متمسكين بمكاننا واحنا مستعدين للتحقيق معانا. والحقيقة اللي بيقول الكلام ده متصور ان هو مدام معاه قرطة محامين كويسة وان هو مستف ورقه محدش هيقرب له، لكن هي الملفات لازم تتفتح على مصراعيها. وانا بقول له يا بوريدة في واحد عندك عضو كبير او قديم او عجوز في الاتحاد كاف كاف لغاية ما اطلع لك المستندات اللي انا بلمها دلوقتي. ايه علاقتك بكاف كاف اللي تهرب من التجنيد واللي كان رئيس احد الاتحادات الكروية في مدينة ساحلية؟ وايه البزنس بتاع كاف كاف معاك؟ وايه الاعلام اللي عامله كاف كاف والقنوات والجرايد؟ وايه الوكالة الاعلانية اللي عاملها ابنه اللي ملوش علاقة بالاعلان اساسا؟ وايه الصفقات اللي تمت في العجول وفي الاراضي؟ وايه العلاقات اللي حصلت مع شركات اجنبية وعربية وتم ادخال فيها فلوس غريبة ومريبة الى داخل مصر؟ انا بقول لك يا بوريدة قدم استقالتك احسن لك، لانه انت ملطوط، انت وكاف كاف، ومش كاف كاف ولا انت لوحدك، لا في اخرين، والفساد رهيب. وبقول لكم حساباتكم بره اخبارها ايه؟ حسابات اللي باسم الاولاد والازواج والاقارب اخبارها ايه؟ الحسابات اللي هنا وهنا 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 اخبارها ايه؟ بل هقول لك اكتر من كده، البيزنس بتاعك انت وكاف كاف مع الاخوان اخباره ايه؟ والاراضي والعجول والمزارع وي 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 اخبارها ايه؟ كل ده كان فين قبل ما تخش الاتحاد وتمسك الاتحاد؟ انا ما بكلمكش بقى لا اعلامي رياضي ولا نقد رياضي، انا بكلمك كمواطن مصري. عندك انت وكاف كاف كام صفر قبل ما تكونوا في اماكنكم، ودلوقتي عندك كام صفر انتوا قرايبكم؟ والفلوس دي من حق الشعب المصري، لان انتوا عايشتونا لحظه نكسه وطالعين كمان بتمنوا علينا احنا ما عملناش حاجه واحنا كويس قوي ان احنا وصلنا لكاس العالم. اما الاخ اللي انا فوجئت بالفاظه القذره مجد عبد الغني وكلمه خين خخ اللي قاعد يكررها، ده انت تحاكم لمجرد ان انت بتمثلني في اتحاد كوره بتاع بلدي ودي قوتنا الناعمه وقاعد تكرر كلمه زي دي ليل ونهار بلا ادنى ذوق او ادب على الراي العام. الحاجه الاخيره قبل ما اروح للفقره، مين؟ طيب اخد خديجه من الفيوم، اتفضلي يا استاذه خديجه، اتفضلي. أيوة يا ست خديجه، انا عمري 8 قربت على 70 يا استاذ محمد، انت زي ابني بالظبط. ربنا يكرمك يا حاج، كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. وربنا يخلي لنا السيسي ويبارك لنا فيه، ويعني انتوا بتفكرونا بالايام اللي لازم مضت، ربنا ما يعودها ابدا. مش كده عشان بس ما ننساش. لا لا لا، ربنا ما يعودها، ربنا عشان في ناس النهارده تقول لك ايه يا ريت يوم من ايام مبارك، يوم من ايام مرسي. لا 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 لا، انا حضرتك انا حضرت مبارك وحضرت السادات وحضرت كله، يعني انا قربت على 70. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. ازيك يا استاذ محمد؟ ربنا يكرمك. ما تحرقش دمك يا استاذ محمد، الناس دي ما تستاهلش والله. عندك هو ده اللي كان هيحكمنا، مرسي اللي كان هيحكمنا، هو ده. ده عندك حق، عندك هو ده اللي كان هيحكمنا. مش عارف يقرا والله. عندك حق، مش عارف يقرا، واحد مش عارف يقرا، هو يحكم الشعب بحاله. الشعب ده شعب عظيم يا استاذ محمد، هو شعب عظيم عشان فيه اللي زي حضرتك. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. الله يخليك. بقول لك يا استاذ محمد افندم، انا ليا طلب عند حضرتك. اموريني يا فندم. حاجه شخصيه. اموريني. معلش ممكن اكلمك بعد حاضر يا فندم. خليكي معانا من فضلك يا زملائي، خدوا تليفونها. انا عايز برضو يعني في الاخير كده اتكلم عن استقاله لجنه الدراما. والحقيقه انا هتكلم، يعني انا هوجه كلامي اذا لم يستمع رئيس الحكومه الدكتور مصطفى مدبولي ويبحث استقاله لجنه الدراما من المجلس الاعلى للاعلام، فانا بوجه كلامي للرئيس عبد الفتاح السيسي.
لجنة الدراما دي في المجزء الإعلام عاملة بيان بيكشف ورقة التوت عن كل المسؤولين عن الإعلام والفن في مصر، اللي مسؤولين عن قوتنا الناعمة في مصر. يمكن أنا ما بكلمش كتير في الفن لأنه أنا ابن المطبخ بتاع الفن والدراما والإبداع الأدبي والمسرحي والسينمائي، فأنا عارف الدنيا كلها. لكن احنا وصلنا لدرجة يا معالي سيادة رئيس الجمهورية لا يجب السكوت عليها، لا يجب السكوت عليها. أما لجنة الدراما النهاردة بالإجماع تقدم استقالتها من المجلس الأعلى للإعلام، المفروض ده يهز الدنيا، والمفروض رئيس الحكومة يعرف هم استقالوا ليه. وإذا رئيس الحكومة معرفش فأنا بوجه كلامي لرئاسة الجمهورية، يبقى الرئيس يعرف الناس دي استقالت ليه ويجيبهم ويسمع منهم. البيان فظيع، احنا قلنا كتير اللي جاي في البيان، قلنا ان النموذج اللي على الشاشة هو البلطجي، الاعلانات في مصر مدمرة للاخلاق، السينما مدمرة للاخلاق والقيم، المسلسلات مدمرة للوطن والتاريخ وتشوهه، مفيش نموذج بيتقدم في الدراما التلفزيونية عن بطل وطني، عن شهيد، عن واحد في التاريخ، عن سعد زغلول، عن عرابي، عن مصطفى كامل، عن طلعت حرب. بنك مصر بجلالة قدره مش عارف يعمل مسلسل في ذكرى طلعت حرب، لانه مزبيره مات، مدينة الانتاج الاعلامي وسط القاهرة وقطاع الانتاج ماتوا، تركوا الانتاج لبعض المغامرين اللي بيشتغلوا الاجندات او من رحم ربي منهم او يريد الربح فقط، وجهات اجنبية وجهات عربية. ما فيش حد حريص على انه يربي الناس بعمل فني سواء سينمائي او دراما تلفزيونية او مسرحية. النهاردة البيان بتاع لجنة الدراما لطمة في وجه كل مسؤول عن الإعلام والفن في مصر. الاستقالة بتقول إيه؟ خطيرة، هسمعها لكم بسرعة. يعني قدم أعضاء لجنة الدراما المنبثقة على المجلس الأعلى للتنظيم استقالة جماعية مفاجئة، وقع عليها جميع الأعضاء دون إبداء أسباب موضحة أنها ستعلن عن أسباب في بيان عاجل. طبعا رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد وافق على الاستقالة وقدم لهم الشكر، وأنا مستغرب الحكاية دي جدا. لكن بعض أعضاء اللجنة منهم طارق الشناوي منهم مجد أحمد علي منهم خيرال بشلاوي قالوا لم تستطع اللجنة تجميع الناس، بل العكس، كان رئيس اللجنة دائما عنده إحساس بأنه يخوض معركة ضد صناع الدراما. الخيرال بشلاوي قالت إن إحنا لم نستطع أن نقف ضد الذين يصنعون الدراما في مصر لأنهم أصروا على الربحية وعلى إشاعة الفساد والرزيلة وتقديم نموذج للبطل يا إما بلطجي يا إما منحرف يا إما منحرفة، وأن شركات الإعلانات لم تلتزم بما وضعناه من لائحة إعلانية داخل المسلسلات الدرامية، وأن شاشة رمضان حاولنا بقدر الإمكان أن نوجه تحذيرات أنها شاشة تدمر بنية القيم في المجتمع المصري، ولكن لم يستجب إلينا أحد، وأصحاب المصالح كانوا أكبر منا ونحن لا نريد، ده بيان اللجنة، أن نكون مجرد شكل، لذلك قدمنا استقالتنا. أنا بقول الحل أن يعود اتحاد الإذاعة مزبيره للإنتاج الدرامي مرة أخرى، والحل أن يفعل القانون. الإعلانات في رمضان كانت كارثة، كانت مصيبة سودة، وفي العالم كله لا يوجد مثل هذا الشكل على الشاشة. إحنا في مصيبة سودة، قوتنا الناعمة في الكورة ضاعت، قوتنا الناعمة في السينما اتدمرت، قوتنا الناعمة في المسلسلات اتدمرت، وفي الفنون اتدمرت، وفي الغناء اتدمرت. سيادة الرئيس أنقذنا، نستغيث بك، نحن صناع القوى الناعمة في مصر في الفنون والرياضة، هذا هو شرف مصر، تاريخها وحضارتها. سيادة الرئيس أنقذ لجنة الدراما، أنقذ الدراما المصرية، ونحن في انتظار ردكم. بعد الفاصل نلتقي. خلال جولته الميدانية الأولى منذ توليه منصبه وزيرا للداخلية، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 من يونيو، حرص وزير الداخلية السيد محمود توفيق على الالتقاء بعدد من المواطنين الذين أثنوا على الجهود الأمنية المبذولة لحفظ الأمن والتضحيات بنرفل في أمن وسعادة، وصل لنا ربنا يجعلنا في موازين حسناتكم. ومما لا شك أن احنا الحمد لله رب العالمين، وإن كان في يعني بعض الأمور فيها زيادة في الأسعار وكذا، لكن الحمد لله احنا أفضل من غيرنا كتير جدا من الدول كما لا يخفى يعني على حضرتك، فجزاكم الله خير، ونسأل لنا ربنا يرحم من مات من أبناء الشرطة والجيش
ويسددكم ويقويكم ويعينكم على كل خير يا فندم. خلال الجولة أكد وزير الداخلية أن الحفاظ على أمن المواطن رسالة يدفع رجل الشرطة حياته من أجلها راضيا. تصريحات جاءت خلال تفقده للإجراءات الأمنية بميدان الشهيد هشام بركات، ذلك الميدان الذي شهد أحداث عنف وقتل من قبل الجماعات الإرهابية باسم الدين، حيث شدد الوزير على أنه لا تهاون مع أي أحد يرفع السلاح في وجه الشعب المصري. أنا بأكد للشعب المصري إن أمنك وحمايتك دي رسالتنا وبندفع فيها حياتنا، ومن الميدان اللي شاف حوادث قتل وتخريب من جماعات إرهابية باسم الدين أنا بأكد وبقول إحنا مش هنتهاون على أي حد يرفع السلاح في وجه الشعب المصري، وإحنا والشعب المصري وقواتنا المسلحة كلنا إيد واحدة وهنفضل إيد واحدة. جولة الوزير شملت أيضا عددا من الميادين بالقاهرة والجيزة، حيث أكد على أهمية التجاوب السريع مع بلاغات وشكاوى المواطنين وضرورة أن يطلع ضباط حقوق الإنسان بدورهم في تسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد حرص وزير الداخلية خلال لقائه مع الخدمات الأمنية على التأكيد على أهمية اليقظة والتأهب والجاهزية لمواجهة أي محاولة للخروج عن القانون، ووجه بنشر وتعزيز الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة، كما شدد على حسن معاملة المواطنين باعتبار ذلك أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لدعم جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة. خلال الجولة ناقش الوزير القوات حول أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، حيث أعرب عن تقديره لما لمسه من جهد وانضباط في الأداء، مؤكدا حرص الوزارة على الوصول بالقوات إلى أعلى مستوى من الكفاءة والاستعداد التي تمكنهم من مواجهة المواقف كافة. جولة تؤكد أن وزير الداخلية ومنذ اليوم الأول لتوليه منصبه حريص على أن يضع المواطن المصري في مقدمة أولويات اهتمامات الوزارة بالتوجيه بسرعة الاستجابة لشكواه وبلاغاته وتقديم أفضل خدمة أمنية له في كافة المواقع الشرطية. لقاءات عدة جمعت أصحاب السلاسل التجارية مع مسؤولي الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ومسؤولي شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية، نتاجها كان إطلاق مبادرة كلنا واحد والتي توفر السلع الغذائية بخاصة الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة في فروع السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فيها. الهدف من المبادرة هو توفير السلع الأساسية للمواطن المصري، الرز، السكر، الزيت، السمنة، البيض، اللي هي كل بيت كل أسرة في مصر بيحتاجها. المواطن محدود الدخل لما يجي السلاسل دي هيلاقي السلع اللي هو بيحتاجها موجودة بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بره بنسب تراوح من 20%.